بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة تهم المرأة وبحث جديد. يعني احنا متعودين في القناة دي ان احنا ما بنلاقي بحث جديد ومهم يهم الناس او هيقدم معلومة علمية جديدة سواء للأطباء او سواء للمرضى او سواء للإنسان عموما، ما بنتأخرش فيه ان احنا نقدمه للناس. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا تخص الستات، هنتكلم فيها عن زيادة الخصوبة عند الستات، هنتكلم فيها عن تأخير سن اليأس وزيادة شباب المرأة، هنتكلم فيها عن زيادة صحة المبايض وعن زيادة المخزون من البويضات والحفاظ عليه، هنتكلم عن إزاي يعني نحسن من فرص الإنجاب وخصوصا لما تقدم المرأة على الحقن المجهري أو أطفال أنابيب أو خلافه، وكذلك برضو للحفاظ على صحة المرأة وخصوصا عند تأخر سن الزواج. معظم الدراسات بتقول ان العقم عند البشرية عموما زاد في 60 سنة الأخيرة بنسبة 50%، يعني من أكتر من 60 سنة كان أكتر يعني نسبة الإنجاب ونسبة الخصوبة عند الناس أكتر بكتير جدا من حاليا. العقم أو عدم الإنجاب أو التأخر في الإنجاب بيبقى السبب فيه بنسبة 35% المرأة وكذلك 35% الرجل، وفي 30% بيبقى سبب غير معروف، يعني مش معروف إيه هو السبب فيه. بالنسبة للذكور، الحيوانات المنوية دي بتنتج بكميات كبيرة وبالملايين وبتتجدد في معظم الحياة، لكن عند المرأة بتولد بكمية محددة من البويضات حوالي 400,000 بويضة دول، والمخزون طبعا ده بيقل تدريجيا مع العمر، وخلال فترة الحياة الإنجابية دي الكمية المتبقية دي بنسميها الاحتياطي المبيض أو المخزون بتاع البويضات. عشان يحصل حمل ناجح لازم تكون البويضات المنتجة عالية الجودة. مع تقدم العمر بالستات لغاية ما يوصلوا غالبا في سن الأربعينات بيحصل ما بنسميه سن اليأس، والمبيض بيتوقف عن إنتاج البويضات وإنتاج الهرمونات الإنسوية. فيعني دايما يعني بندور على حاجة طبيعية، مكمل غذائي يساعد على عملية جودة البويضات دي ويأخر لنا سن اليأس ويساعد على إفراز الهرمونات الإنسوية. هل الكلام ده موجود؟ الكلام ده لقيته موجود في بحث عبارة عن ملخص لـ200 بحث معمول ومجمعينهم في بحث واحد ومقدمين لنا مادة طبيعية بيفرزها جسم الإنسان يوميا أثناء النوم، واسمها الميلاتونين، ودي بتقل مع الزمن وبتقل عند الستات مع الزمن، ولقوا انها بتقل جدا 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 بالتزامن مع سن اليأس. المبيض او المبيضين دول يمكن من اول العلامات الشيخوخة اللي بتدي للمرأة شعور بان سنها كبر وانها فقدت القدرة على الانجاب، وبيحصل الموضوع ده في منتصف العمر ويمكن الست بتبقى ساعتها لسه في عز شبابها، ومع ذلك المبيضين هم اول حاجة بدأت الشيخوخة تبان او اثار كبر السن يبان عليهم. في زماننا دلوقتي بقى فيه تأخر كبير جدا في سن الزواج، وبقت ستات كتيرة جدا بتتجوز في سن متأخر وعاوزة تحافظ على خصوبتها وتطول وتبعد سن اليأس ده بقدر الإمكان. فلقوا ان مادة الميلاتونين اللي هنتكلم عنها النهاردة لها تأثير رهيب جدا جدا في كل ما يخص المبيض وكل ما يخص البويضات وكل ما يخص سن اليأس وتأخيره. هما بيدوروا على مادة طبيعية مش مضرة ملهاش أعراض جانبية تكون مفيدة في الحالات دي. فإيه اللي لقوه بقى؟ لاحظوا في الأول في كمية الأبحاث الكبيرة اللي اتعملت دي، لاحظوا إن الميلاتونين موجود بكثرة كبيرة جدا في المبيض وموجود في البويضات اللي احنا قلنا بقى في 400,000 بويضة، موجود في البويضات دي وخصوصا في الميتوكوندريا بتاعتها، حاجة كده جوه الخلايا بتاعتها اسمها الميتوكوندريا، بتركيزات عالية جدا. ولقوا ان موضوع الميلاتونين ده بيقل مع السن ومع سن اليأس، يعني عدم تماما او يبقى مفيش خالص.
فقالوا طيب هل احنا لو ادينا الميلاتونين ده هيحسن من جودة البويضات؟ هيبعد لنا، هيأخر لنا سن اليأس؟ فده اللي احنا جايين نقوله النهاردة. الشكل اللي انا هعرضه قدامكم ده بيبين العلاقة بين كمية الميلاتونين وبين سن المرأة. انا مش عارف هيبان كويس قدامكم على الشاشة، ولكن هتلاقي الخط الاحمر ده كل ما سن المرأة كبر وعمر المبيض بتاعها كبر، كل ما الكمية الميلاتونين قلت جدا عند الست، وبتقل في جميع الأجزاء بتاعة البويضة. فعموما كبر السن عند المرأة له تأثير ضار كبير جدا على وظيفة المبيض، والتغيرات في المبيض دايما بتسبق التدهور المرتبط بالعمر، بتسبق الشيخوخة في أي أنسجة أخرى، ساعات بتسبق ظهور التجاعيد والشعر الأبيض عند المرأة. انخفاض الخصوبة بيترتب عليه عدم قدرة المرأة على الإنجاب، وده يعني بيبقى عامل يعني سيء جدا، وخصوصا للستات اللي بيتزوجوا في سن متأخر إلى حد كبير. الميلاتونين معروف ان هو له خصائص مضادة للشيخوخة، في ابحاث كتيرة جدا بتقول ان الميلاتونين ده مادة مضادة للشيخوخة عموما عند الرجالة والستات، وله خواص مضادة للأكسدة، وله خواص مضادة للالتهاب، وله فوائد كتيرة جدا جدا عاوزة حلقات نتكلم عليها، وهنقول يعني نبذة عنه بس. فهم قالوا طيب ما احنا ندي علاج الميلاتونين ده كعلاج مع الأدوية اللي بتنشط انتاج البويضات وبتحسن جودة البويضات. وانا كنت عملت حلقة عن مادة تانية مكمل غذائي هرموني اسمه DHEA، بيختصروا الدهية او الدهية، ياريت ترجعوا لها، انا هحطها هنا او في اخر الفيديو، رجعوا لها لان لها تأثير كويس جدا على زيادة المخزون وعلى جودة البويضات. فبدأت الجماعة العلماء دول يفكروا في ان انا استخدم الميلاتونين كمكمل غذائي في موضوع علاج العقم ده وتحسين جودة البويضات وتأخير سن اليأس، وبالذات كمان للستات المقبلين على الحقن المجهري. لقوا كمان ان الميلاتونين بطريقة غير مباشرة بيزود من إفراز الهرمونات الأنثوية، هرمون الإستروجين وهرمون البروزيسترون، ودول معروفين إن هم بيقفوا عند سن اليأس، فلما بيزود في إفرازهم بيأخر لنا حدوث سن اليأس. هنقول بقى هنا يعني تجربة عملية اتعملت على ستات عندهم عقم وإزاي فادهم الميلاتونين. في باحث ياباني اسمه تامورا، هو والجماعة اللي معاه درسوا قدرة الميلاتونين على تحسين خصوبة الستات اللي داخلين على عملية حقن مجهري، هيعملوا حقن مجهري علشان يحصل إنجاب. فجابوا حوالي 400 ست ومصابين بالعقم وداخلين على حقن مجهري، وانت عارفين قبل الحقن المجهري يبقى فيه منشطات كتيرة جدا وهرمونات بتتاخد، فقالوا احنا هنديهم لمدة شهر، الشهر بتاع التنشيط ده هنديهم لمدة شهر ميلاتونين 3 ميلي جرام، يعني قرص واحد 3 ميلي جرام يوميا بالليل. هو الميلاتونين ده لازم يتاخد بالليل قبل النوم بساعتين، قبل النوم بساعتين يتاخد قرص ميلاتونين 3 ميلي جرام قبل النوم، لان هو الهرمون ده بيساعد على النوم، جسمك بيفرزه اصلا لما تيجي تنام بس بكميات بسيطة بتقل مع الزمن. فهنديهم القرص 3 ميلي جرام ده قبل النوم لمدة 30 يوم. طيب بعد فترة العلاج والتنشيط والكلام ده بيسحبوا بقى البويضات اللي اتاخدت من الستات، فعندنا مجموعة بقى ادوهم الميلاتونين 400 ست، وعندنا بقى الناس اللي هي ما بتاخدش الميلاتونين، مجموعة الستات اللي بياخدوا المنشطات العادية بس. فبرغم يقول لك ايه بقى الاخ تامورا ده، بيقول لك ان برغم ان فترة العلاج بالميلاتونين كانت قصيرة جدا لا تتعدى 30 يوم، والجرعة دي منخفضة، الجرعة 3 ميلي جرام جرعة منخفضة جدا، لان في ناس بتاخد 5 ميلي جرام، وفي ناس بتوصل معاها انها تاخد 10 ميلي جرام كمان وتمشي عليه شهور وسنين كمان.
برغم ان الفترة دي كانت قصيرة جدا، الا انه لاحظوا ان المرضى اللي خدوا الميلاتونين اتحسنت عندهم جودة البويضات، وزادت فرص الاخصاب الاجنة عندهم، وزاد معدل الحمل عندهم مقارنة بالاشخاص او ستات اللي ما ادهمش ميلاتونين. فدي تجربة اتعملت وبحث اتعمل، وانا هحط يا جماعة دايما بحط في صندوق الوصف البحث او الابحاث المتعلقة بموضوع الحلقة، فهتلاقي البحث ده وهتلاقي البحث المرجعي اللي لامم ال 200 بحث اللي اتعملوا على الميلاتونين والخصوبة وسن اليأس والكلام ده. فقالوا طيب احنا لو استخدمنا جرعات اعلى من الميلاتونين والمدة اطول ممكن يدينا فرصة احسن للانجاب بالحقن المجهري، زائد ان كمان الستات اللي هتخش على سن اليأس يأخر لها بقى موضوع سن اليأس ده، زائد ان هو كمان بيقترحوا استعماله حتى في حالات العقم اللي يعني ملهاش علاقة بالسن، يعني في عقم بيجي مع السن ده بتصاب بيه كل الستات اللي هو بسن اليأس يعني، لكن في عقم له أسباب تانية. فمع ذلك برضو بيقولك ان الميلاتونين ممكن ينفع في زيادة الخصوبة حتى في الحالات ديت كمان. فإحنا بقى يعني الميلاتونين انا هحط لكم صور العلب بتاعته، وهو في شركات كتير قوي بتنتجه، واي صيدلية هتعدي عليها ممكن يجيبهولك، متوفر في كل الدول. الاقراص بتاعته في نوع منها بيتبلع وفي منها بيتحط بيتمضغ، يعني الاقراص بتاعته اما بتبقى 3 ملي جرام او 5 ملي جرام او 10 ملي جرام، وزي ما قلنا ده لان هو الهرمون اللي بيفرزه الغدة الصنوبارية ساعة النوم، فلازم يتاخد بالليل ولازم يتاخد قبل النوم بتاعك بساعتين. يستحسن ان انت الست تاخده يعني اول ما تحس ان الانجاب عندها متاخر، او بعد سن 35 سنه، ان عشان تاخر سن الياس علشان يديها فتره اخصاب او فتره خصوبه اطول من الطبيعي. ده الحلقة الجميلة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن الميلاتونين المكمل الغذائي. ده مش دواء يا جماعة، ده مكمل غذائي ليس له أعراض جانبية تماما، هو مضاد للأكسدة وبيعتبروه فيتامين. الأعراض الجانبية بتاعته بس ان هو بيسبب النوم او بيساعد على النعاس، فما ناخدوش بالنهار. ملوش اي مشكلة خالص. بناخده مدة مثلا شهر شهرين ونوقفه أسبوع أو أسبوعين وبعدين ناخده تاني وهكذا، ونستمر عليه، ممكن نستمر عليه سنوات وسنوات بدون أي مشكلة، بل بالعكس في أبحاث كتيرة تانية بقى فوائده عموما، مضاد للشيخوخة، بيحسن الذاكرة، بيزود الشباب، لأن طبعا الميلاتونين هرمون مرتبط بالشباب وبالخصوبة حتى عند الرجالة، يعني عند البشر عموما وعند الحيوانات وعند كل الكائنات الحية اللي هي تنتمي إلى فصيلة الحيوانات. ده اللي عندنا في الحلقة دي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وبحث جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.